لفتة إنسانية طبعاً غمرت قلب نور وهي سيدة من السودان. مشاهدينا كان حلمها أنها تسوي عمرة وتزور مكة والحرم المكي الشريف، وتبنت مجموعة NBC وفندق قصر مكة رفلز هذه الرحلة، حيث قام الفندق بتكفل إقامتها برفقة ابنها حسام وخصتها بمزايا وخدمات فندقية على أعلى مستوى. القصة مشاهدينا مليئة بالمتعة والمشاعر الإنسانية. زميلنا عبد الرحمن الزهراني كان مرافق أيضاً لهذه الرحلة وعد لنا بهذا التقرير، خلينا نشوف. يا عمد عندي لك مشارة ما حصلت لك خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. مبروك يا عمد. الله يبارك فيك، الحمد لله. مبروك. هذه المكالمة هي أسعد ما يمكن للإنسان أن يسمعه. السيدة نور التي تتلهف بشوق لزيارة البقاع المقدسة منذ أكثر من نصف قرن، ها هي الآن تستعد لمغادرة السودان برفقة ابنها حسام لأداء مناسك العمرة. وفي غضون أيام ها هي السيارة تقلهم إلى فندق قصر مكة رافلز، وسط حفاوة واستقبال بالورد وماء زمزم وبالقهوة العربية الأصيلة. اتصلنا أولا بحسام وأمه، رأينا ما يحبون أو لا يحبون، حاولنا أن نبرز إمكانيات الفريق المهني والتقني لدينا. يمكن أنت لاحظت أن كلنا جميع الفريق بكى من هذه اللحظة الجميلة عندما يلتقي العين الإنسانية بأجمل بقاع الأرض على الإطلاق. فعلا لحظات ستخلد في ذاكرة هذه السيدة التي يناهز عمرها 60 عام. هذه هي اللحظات الأولى التي ترى وبشكل مباشر أمام ناظريها كعبة الله المشرفة. وبعد وصولهما للجناح الملكي الذي جهزه فندق رافلز، قدمت رافلز لهم هدية تحتوي على مصحف وإحرام وبعض التجهيزات التي سيؤدون بها مناسكهم للعمرة. الحين أنت يا خالة عمرك تقريباً في 60. 60 سنة ما عمرك شفت الكعبة. أبغى أعرف إيش الشعور اللي جاكي أول ما فتحت الستارة وشفت الكعبة قدام. شفت الشعور. أنا شفت الشعور. أيوة. أبغى أعرف شعور. كان شعور حلو جديد، كنت فرحانة فرحة شديدة ما يتخيلها. الحمد لله. لأنه كنت ما يعني سبحان الله عشان وضعي هنا ما كنت متوقع إني، بس حمد الله وشاكرة وبتمنى إني أجي، لكن ما كنت في الوقت داستي كده هنا، لكن لما شفتها وشعور كان عجيب جدا جدا ما بقدر أوصفه، كان شعور حلو. نشكر الناس في البلد دي، ناس الفندق ما قصروا، ناس NBC ما قصروا. هذا واجبنا والله، هذا أقل من واجبنا بعد. الله يكثر من الواجب عملتم معانا يا الله، إن شاء الله ربنا يعينكم ويجعلكم ناس خير دائما. يقدم فندق رافلز خدمات فائقة الاحترافية من خلال أمهر الموظفين الذين يعملون على مدار الساعة، وبلا شك أن السيدة نور قد استمتعت كثيرا في إقامتها هنا. يا سلام، ناس الفندق والله لقيت ناس طيبين ولقيت ناس حبوبين ما شاء الله، ناس عز وكرم. أنت شفت الشيء في السوداني؟ سوالكم أكل سوداني؟ لا لا، قال الليلة في الغداء حيعمل لنا. الليلة في الغداء يكون في شيف سوداني متخصص للشيء هذا. أي قال لنا، قال لنا نعمل لكم حاجة سوداني، ونا ما تعمل، لكن أنت قاعد تعمله كثير ونحن اثنين بس نازل ما قاعد يأكلوا معنا. قال لا لازم نعمل لكم حاجة سودانية. الاهتمام بالنزلاء وعنايتهم وتقديم الخدمة لهم في أجنحتهم هو أحد السمات والمميزات التي يقدمها رافلز لعملائه. فها هي السيدة نور تودع البقاع المشرفة بعد أن غمرتها السعادة بقدومها إلى مكة المكرمة وآدائها لمناسك العمرة. لصباح الخير يا عرب، عبد الرحمن الزهراني، مكة المكرمة.